السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، لو انت عندك اي كتب تقدر ترفعه عليه وبعد كده تقول له جاوبني من خلال الكتاب اللي انا رفعته دوت، فده بيخلي الاجابة تبقى متخصصة في الكتاب دوت زي شات جي بي تي، لكن مش في كل حاجة، لا في الكتاب ده بس. فلو عندك ابحاث ممكن ترفعها وتقول له جاوبني من خلال البحث دوت، عندك قانون المصري، عندك مثلا ممكن وصية، ممكن تأمين، ممكن حاجات معينة، تقدر انت ترفعها وتقدر انت تسأله ويبدأ يجاوبك عليها. طبعا في نسخة فري بيديك 3 أسئلة في الشهر، وفي ستارت من $30 في الشهر وهكذا. طيب خلينا اقول له ساين ان وتقول له امبورت بي دي اف وتدي له اي بي دي اف وتكتب السؤال اللي انت عايزه ويجاوبك عليه. وقول له اوبن، خلاص هو بيبدا يقرا الكتاب. وعندك بقى استعداد تقول له مثلا ايه ملخص الحرف الفلاني، ايه اديني ملخص عن الكتاب. ممكن تقول له اختصار ده بتاع ايه، ممكن يعني خلاص هو فهم الكتاب. تمام، اول ما جمل 100% تقدر تسأله بقى الأسئلة اللي انت عايزها. تمام، بيقول انا قريت الكتاب ومستعد بقى. يبدأ بيدور ويجيب لك ليه كده. وبيبدأ يديك الصفحات اللي فيها الإجابة ديت، قال لك ان البيلدينج فاروشو مودل.